إسكندرية فجر اليوم أو بعد منتصف الليل أمس، سيارة أو عبوة متفجرة، هذا كله لم يعرف. فجرت أمام كنيسة في وقت خروج الناس منها بعدما أقاموا صلاة بسبب العام الجديد أو بمناسبة العام الميلادي الجديد، وقتل فيها عدد، آخر الأخبار ظهرا كان 21، وكان المصابون فوق 30، وبعضهم نقل بالطائرات كم؟ 80 المصابين، 80 الأستاذ عزة، ونقل بعضهم من الطائرات من الإسكندرية إلى القاهرة لصعوبة حالتهم والجروح التي أصابتهم. سميت هذا الحادث جريمة منكرة، وهو كذلك إخواني وأخواتي جريمة منكرة فعلا، لأنه لا يوجد منهج ولا دين ولا خطة سياسية ولا تفكير سليم ولا عقل مستقيم يبيد للناس أن يقتلوا الأبرياء بغير ذنب في الشوارع ولا في دور العبادة. وليكن هؤلاء الأبرياء على دين آخر، إنه لا يجوز لأحد أن يقتل أهل الأديان الأخرى. القتال في المعركة الحربية، في ميدان الحرب، في ميدان القتال، إذا حاربنا الناس، أما الذين لا يحاربوننا فإن الله تبارك وتعالى بنص القرآن الكريم يقول لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. لا ينهاكم عنهم، يعني أن تبروهم كما قالت الآية، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما أن نضع في موضع البر والقسط القنابل والمتفجرات ونقتل الأبرياء ونيتم الآراء للأطفال ونرمي النساء ونسكر الأمهات، هذا كله عمل إجرامي لا يجوز لا في دين ولا في كل، وليس هو من شيع المصريين، وإنما هذا صناعة من صنائع صهيونية لا ريب عندي في ذلك، كما يجوز عملاء التجسس علينا وآخره طارق عبد الرزاق ده اللي اكتشفنا قصة تهنيد التجسس على العاملين في مجال الصلاة، يجندون المجرمين لكي يفجروا البلاد ويوقعوا بين العباد هذه الفتنة التي يراد لها أن لا تنتهي. لم تزل مصر حتى الآن ولا تزال وإن شاء الله تظل هي حجر العثرة في طريق الاستبداد الأمريكي والصهيوني بالشرق الأوسط كله وببلاد العربي كلها. على الرغم من كل ما نراه وما ننتقده من أوضاع وأحداث، مصر هي العقدة المعقدة، هي العقدة الكأداء في سبيل هذا الاستيلاء الصهيوني الأمريكي على المنطقة كلها. فإذا استهلكت مصر واستنفذت قواها في صراعات داخلية، أمكن للصهاينة أن يسيطروا على كل المنطقة. إذا بقيت في مصر أصوات عاقلة ودعاة المؤمنون يستطيعون أن يبينوا الحق من الباطل، وأقوام يدافعون عن الهوية العربية والإسلامية للأمة، ويدافعون عن مواطنيهم من غير المسلمين كما يدافعون عن إخوانهم المسلمين سواء بسواء، استعصت مصر على كل محاولة للتفكيك والتدوير والقضاء عليها كما يحاولون أن يفعلوا. فأنا أرجو أن نتنبه إلى هذا فندينه جميعا، وألا نفرح فرحا صغيرا تافها بأن بعض من أساء إلينا قد أسيء إليه، لأن الإساءة إلينا كانت بكلمات ورددنا عليها بكلمات ورد آلاف غيرنا بكلمات، وهذا هو منطق الحجة ومنطق العلم ومنطق الثقافة، لكن أن يكون الرد على عمل خاطئ بقتل وتدمير وتفجير فهذا لا يقره لا عقل ولا دين فضلا عن ان يقره القانون. فانا ادعو اخواني لا سيما منهم العلماء والوعاظ والخطباء الى اداره هذا العمل المسيس الاجرامي، والى كشف حقيقه الدوافع وراءه، وهي هدم مصر من الداخل وتفكيرها في بنيتها الرئيسيه، وهي الرحبه الجامعه بين ابنائها المسلمين والاخبار. واذا اصابونا في هذا المكان فقد اصابونا في مقتل لا يعلم الا الله متى نفيق منه، لكن اذا استعصى هذا المكان على ان يخضع لهذه المؤامرات الدنيئه فاننا سنظل في سلام وفي خير ان شاء الله. وانا انتهز هذه الفرصه ايضا لكي اعزي اهلنا الاقباط في الاسكندريه، الاسكندريه كما تعرفون مدينتي واهلها اهلي، فاعزي اهلي الاقباط في الاسكندريه فيمن اصابهم المصاب بالقتل او بالجرح، وارجو للجرح الشفاء في اقرب وقت ممكن، كما ارجو ان تعثر اجهزه الامن بسرعه على المجرمين الذين نفذوا هذه المساله، والا يكتفى بكلام سريع سطحي: هذه قنبله محليه الصنع، وهذا رجل مجنون، وهذه مؤامره داخليه ليس لها اثر خارجي. هذا كله لا يجوز، يجب في هذه الحال ان نحقق التحقيق الادق، وان نبحث بكل ما وسعنا الجهد عن الاسباب الداخليه او الخارجيه التي تجتمع فتؤدي الى ارتكاب هذه الكلمه، والا نخجل ولا نخاف ولا نستحي ان نعلن السبب، ان كان داخليا فلنعلنه بصدق ونقدم دفاعنا الى محكمه تحكم عليه بحكم القانون،
وإن كان خارجيا فلنقل أعدادنا دبروا كذا وكذا وكذا، ولا نخجل من أن نقول ضعفنا فلم ننتبه، لأن عدم الانتباه والضعف في التدقيق وفي المراقبة علاجه كشف الفاعلين. أما إذا غطينا على الفاعلين لأسباب سياسية أو لأسباب محلية أو لخوف المسؤولين عن هذه الأشياء من أن يتهموا بالتقصير، فإنما نكون كأننا نزيد القيمة وكأننا نقدم لأعدائنا مناسبة جديدة ليفعلوا فينا مثل هذا الفعل مرة أخرى. فالعزاء للمصابين ولأهالي القتلى، ودعاء لأجهزة التحقيق والأمن والنيابة العامة أن تكشف بأسرع وقت ممكن عن الفاعلين وتقدمهم إلى المحاكمة التي ينبغي أن تأخذ حظها الصحيح. اليوم سألتني السيدة فاضلة من برنامج البي بي سي أو إذاعة البي بي سي العربية في لندن، وقالت لي إن هناك أصواتا ظهرت تقول سبب هذه الحادثة الشنيعة هو الشحن الطائفي الموجود في مصر منذ مدة، وقالت بالتحديد الخلاف الذي جرى بينك وبين الأمن بشوي في المقالات التي تعرفونها عن موضوع الضيوف وما الضيوف وما إلى ذلك. وأنا يعني في واقع الأمر لا أخفيكم أنني غضبت من السؤال، لأنني كنت أظن أن الإعلام الذكي العالمي الراقي لا يقف عند هذه المسائل بهذه البساطة وبهذه السطحية. الشحن الطائفي موجود في مصر على طول الزمن، وحصل ألف مرة بل أكثر من ألف مرة، يمكن آلاف المرات، مناسبات الشحن الطائفي لم يكتب عن واحدة منها أن جرح واحد أو قتل واحد. الشحن الطائفي عمره ما حصل، حتى اللي حصل في نجع عمالي، اللي حصل في الكشك، اللي حصل في كذا، كله ليس شحنا طائفيا، كله مصائب أخرى وأسباب أخرى أدت إلى وقوع حوادث تزامنت مع الشحن الطائفي أو غذاها الشحن الطائفي أو سوغها لمن فعلها الشحن الطائفي، لكن ليس الشحن الطائفي أبدا سببا لأن تقع مثل هذه الجريمة المنكرة في شأن إخواننا الأقباط وفي موضع الاختيار بعناية. ولهذا أنا لا أستبعد موضوع التدخل الإجمالي ولا سيما الإسرائيلي. موضع الإسكندرية فيها مئات الكنائس التي لا تقابلها المساجد، مئات الكنائس القائمة في أماكن مفردة ليس بجوارها مسجد. هذه الكنيسة في منطقة سيدي بشر، الكنيسة هنا والمسجد هناك، بينهما الشارع فقط. ولذلك رأينا التجمهر امبارح في التلفزيونات بالليل، المتجمهرون بمن كانوا خارجين من الكنيسة ممن أصيب منهم من أصيب وقتل من قتل، والمتجمهرون من أهل المسجد نزلوا من بيوتهم فورا لأنهم خشوا أن يكون هذا التفجير مقصودا به مسجدهم. وغضب هؤلاء وغضب هؤلاء وحصلت مصادمات بين الشرطة وبين المسيحيين خارجين من الكنيسة. هذا الاختيار بعناية لكي تترسخ مسألة الفتنة. يمكن مع التفجير ده يتهد سور في الجامعة، يتكسر شباك في الجامعة، يتحرق حيطة من الجامعة، تبقى فتنة طائفية حرق، هيبقى كنيسة مات منها ناس واتدمرت فيها أشياء، والجامعة أخذت منه أماكن، أو يقول في حد خادم المسجد المقيم فيه ولا مقيم الشعائر ولا واحد يصلي صدفة، تبقى فتنة طائفية على أشياء. فهذا اختيار مدقق فيه لا تقدر عليه إلا أجهزة المخابرات التي تعرف هذا البلد وتريد أن تدمره من داخله. ولذلك من واجبنا، طبعا قد يكون هناك عشرات النواحي أخرى التي لم أذكرها الآن لضيق الوقت ولأني لم أعطي الموضوع حقه من البحث، لكن قد يرد على أذهان حضراتكم عشرات المعاني الأخرى التي تجعلنا نقف في مواجهة الجهاد العابر الجبال ونهينه ونشجبه وندعو إلى محاسبة مرتكبيه بأقصى ما يتيحه القانون من أنواع المحاسبة، ولا نستر عليهم لأنهم لا يستحقون الستر، ولا نسكت عنهم لأن السكوت عنهم مشاركة لهم في الإثم. فأسأل الله أن يتبين وأن يحاكم المحاكمة التي تليق بهم إن شاء الله.